صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده اول يوم في المدرسه، قلت اعمل معاكم روتين، بس طبعا انا ما ادونيش الفرصه. صحيت من النوم، هما اللي صحوني اصلا، صحيوا على المنبه وصحوني. عملت كوبايه شاي لحمدي على الصبح وراح شغله، وهم كانوا لابسين في الوقت ده، فما لحقتش اصور لكم حتى وانا بلبسه في خناقه جوه. فضل شغل وفاء صحيناها بالعافيه. ما بتصحاش اصلا، عامله زي لو 100 منبه لو مزكت حصل الله. زمان هي بتتخانق معاهم، دلوقتي ندى لبست واخواتها لبسوا وسرحت راحت نفسها، ودلوقتي في مرحله تسريح ندى، وانا بجهز للسندوتشات اهو. هعمل معاكم سندوتشات بسرعه بقى عشان نلحق المدرسه، لان احنا اتاخرنا. اي حاجه الحق اعملها ان انا اجهز السندوتشات. وقفي هنا وسلمي عليه. انت جاهزه لهم باللايك؟ طب اقول لهم صباح الخير. خد السندوتشات. هحط لك اللانش بوكس اهو والبسكوت. كل واحد يلبس شنطته. يلا خلاص، كله جاهز؟ اه لابسينه جاهزين اهو. اه جاهزين. يلا انتي ايه تقولي؟ اه انتي ليه؟ هي جاهزه برضك عشان هتيجي معانا. احنا وصلنا اهو، المفروض رجعنا. للاسف انا قالوا لي النهارده ان انا كنت اعرف ان سنه رابعه لسه ما اشتغلتش، ثالثه ورابعه قالوا لي لسه لحد الجاي. قلت مش مشكله، هرجع بندى وامري لله. طلع ان انا هرجع بيهم كلهم زي ما انتم شايفين اهو. رجعوا، مفيش مدرسه النهارده. رحنا لان المدرسه لسه ما اشتغلتش للاسف. منورين، نفسي كده استجم منكم النهارده. زعلانين؟ لا تتعود، لحد الجاي هنروح ان شاء الله. انت كده كده كنت راجع معايا. يلا هنطلع نحاول نكمل يومنا بقى. هو للاسف مبقاش روتين اول يوم المدرسه، بس هكمل الروتين. بما ان مفيش مدرسه بقى، هاتوا السندوتشات وتعالوا نقعد نفطر معاكم. زمان انا واقفه بس اللي بنفطر دلوقتي. كل واحد يجيب اللانش والبسكوت بتاعه. تعالى اقعد نفطر وبعد كده نشوف هنعمل ايه. انت بتردي ليه؟ انت واحده لسه ما دخلتيش مدرسه، بتردي عليا ليه؟ بتزعلهم ليه؟ طب بتزعلكوا ليه؟ عشان بتصحوا؟ لا، عشان بيقولوا انت عسوله، تقولي لا. ما تحبش حد يكلمها الصبح ولا عسوله ولا انا كده فطرت. اشرب نسكافيه وابدا يومي بقى. ما اعرفش اعمل حاجه الا لما اشرب نسكافيه بتاعي. فطرنا وخلصنا، هنعمل بقى اول حاجه، هنعمل الحاجه دي. ممكن تبطلوا وش بعد اذنكم لو سمحتوا. يعني كده مكان مكاننا الدنيا راقت خلاص. ده كده بالنسبه لمكان الفطار. هنشوف بقى بقيه حاجتنا، هنشوف ايه اللي هنعمله. هكمل بقى بقيه الريسبشن. بس عامه انا يعني الدنيا كانت رايقه امبارح، ما عنديش شغل كتير. هعملهم الشنط انا، دي الكراريس والحاجات اللي هنحتاجها لسه كده خلاص. بالنسبه للجزء ده اصلا كان نضيف، مفيش حاجه، مكان فطرنا بس. لان انا اصلا شقريه من بالليل عشان عارفه ان صباح مدارس وهودي مدارس. كنت عامله حسابي ان انا مروقه الدنيا، ده الطبيعي طبعا ان انت تكوني مظبطه على قد ما تقدري قبل ما تنامي عشان يومك الصبح ما يبقاش صعب. عشان لسه هنشوف هنعمل اكل ايه واذا كان في مواعين ولا حاجه. بعد ما فطرنا وخلصنا فطار، عندي غسيل هنشره اول حاجه ابتديها في يومي بعد الفطار. اشوف الغسيل لو في غسيل يتغسل او يتلشر، فانا حاطط دور في الغساله واروح انشر الغسيل. بعد ما خلصت نشير شوف بقى بقيه الشغل. هما الاولاد قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون زي ما انتم شايفين، وشويه هيناموا فنايمه اهي. بس انا لو شلتها دلوقتي هتعيط، استنى ما تروح في النوم عشان ما تقريفش مني. ده الريسبشن كله ما فيهوش حاجه، جاي يعني الدنيا تمام، مفيش حاجه في الريسبشن. بس في شغل تاني يعني، مش كده اخر اليوم، لسه في حاجات كتير هتتعمل، عندي شغل كتير. ودلوقتي بقى هعمل الاوضه بتاعت الاولاد، هظبطها بردك مكان النوم، لان انا كنت مروقه بالليل ومخلصه اللي ورايا. بس طبعا الشغل ما بيخلصش زي ما انتم عارفين. بس هطفي الغساله لان صوتها مزعج. هخلص اوضه الاطفال وبعد كده نشوف الباقي. نبتدي بالسراير اول حاجه. هنزل كل اللي عليهم معايا، بيعملوا معركه في السرير. لازم كل يوم ينقشوا المرايه كده بالشكل ده. ده حافظ المرتبه حلو قوي، واكل المرتبه. هلمع الدولاب برضه. ده البليدج اللي سالته حمدي عليه المره اللي فاتت، ده بليدج ملمع خشب اهو، ده اسمه. كده خلصت الدولاب والسراير، فاضل بس الارض كلها لعب وحاجات. يعني مدهولي الدنيا خالص، بس الارض كلها لعب اهي.
كلها لعب وبلاوي، بس انا مش الفرش يعني الدنيا نظيفه. زي ما انتوا شايفين هدوم رميه من الارض، وكل ده من وفاه لان هم الكبار ما بيسيبوش العابهم، بس هم كانوا نايمين وهي لعبت بعدين فعشان كده سابتهم، فانا نمتهم اهو. كده خلصنا اوضة الاطفال، لسه فاضل الشغل كتير كتير كتير. وكده انا مخلصه اللي ورايا بالليل والله، يعني انا لو مش مخلصه اللي ورايا كان زماني بشيل السجاد وبمسح او بكنس، لاني مش كل يوم الدنيا بتبقى رايقه كده. كده الدنيا رايقه يعني. كده الاوضتين دول خلصوا، هقفل بقى الاوض هقفلهم، طبعا بفتح الشبابيك عشان التهويه. خلاص كده اوضتين خلصوا، والريسبشن ما كانش فيه حاجه اصلا، مكان فطارنا بس. نخش بقى على بعد كده. وصلنا هنا للاوضه اللي بتبقى فيها الهرس كله الصبح، كله بيخش يلبس في الاوضه دي سواء كان اولاد او حمدي، عشان طبعا المرايه هم عندهم مرايه، بس هم بيحبوا يقفوا يتصرحوا قدام المرايه دي ويظبطوا نفسيهم. هنا زي ما انتم شايفين بقى مرمين لي كل حاجه كده اهي. كل واحد بيستخدم فوطه عندي، يعني مش واحد يصبر والتاني ينشف، لا كل واحد يطلع الفوطه ويرمي، يعني ما شاء الله عليه. اول حاجه هبتدي بيها هو السرير، اللي ظبطه اول حاجه هو طبعا بيتحط في الغسيل. انتوا شايفين كميه الغسيل وحمد رامي لي هدوم اهو. الوقت ده ما بيتشالش على طول، يعني ممكن ياخد معاكي بالاسبوعين على ما تغيريه، لان هو بيحفظ المرتبه ما تشيلوش على طول. انا فرشت السرير هلمعه بقى. كده خلصت السرير اول حاجه، هجيب على الجنب اللي ورا ده. كده خلاص خلصت الجزء ده والسرير. زي ما انتم شايفين الشباك طبعا فتحت عشان يهوي الدنيا، مسحته كده مسحه بسيطه. نيجي بقى للجزء بتاع التسريحه، التسريحه والغسيل. نص الغسيل قد ايه، والغساله شغاله ونشرت، بس عشان كنت مغيره المرايات امبارح عشان كده غسيل كتير. هحط دوره في الغساله تخلص وحط غير دي بقى. الحاجات بتاعتي اللي بستخدمها ميتوك البنات، كنت سألتوني على الفاونديشن اماندا، هو اسمه اماندا، معرفوش اسمه غير اماندا. اماندا 32، ده سعره كان تقريبا 150. وده المرطب اللي بستخدمه قبل الفاونديشن، جميل قوي. الكريم ده انا عايزه اقول لكم سحر، الكريم ده فظيع. اسمه ايه؟ بصوا انا مش عارفه اسمه، بس بصوا اهو، خلي حمدي يقلب لكم الكاميرا عشان الاسم لو مقلوب اهو. الكريم ده كنت جايباه بحاجه و80 او حاجه و90 مش فاكره، بس الكريم ده بصوا مكتوب عليه ايه، محسن للبشره، مش هتشوفوا لان الكلام صغير، محسن للبشره رائع، مرطب يومي 5 في 1 متوسط، في منه 3 درجات، فاتح متوسط غامق، انا جايبه المتوسط. حلو قوي، بينعم البشره، بيخلي البشره ناعمه خالص لما بحطه، بيخلي يعني بيداري العيوب، بيخفي العيوب قبل الفاونديشن. يعني بستخدمه بعد المرطب ده، بستخدم ده بعد كده الفاونديشن، بيبقوا الثلاثه مع بعض حلوين. لما بستخدم الفاونديشن بس ما بيديش تغطيه عاليه مع ده. حط البلس والحاجه هنا، الادوات بتاعتي كلها هنا في البوكس اللي حمدي كان جايبه. وده جهاز الشمع، كنت جايباه من اخر العنقود ب 85 جنيه. هوريكم شكله برضو. بيبقى ليه فيشه في العلبه دي، اكيد بيبقى ليه فيشه بتوصل في الكهرباء وتحطي في الشمع يسخن الشمع، ودي تقريبا ب 35. حلو قوي، بدل تروحي كوافير ولا حاجه، الحاجات دي في البيت حلوه قوي بتنفعي. دي حصلتي محوشه فلوس، مش عارفه ليه بحب احوش فلوس. كده اخر حاجه معايا في الاوضه هو الدراب. كده خلاص الاوضه خلصت، مفيش فيها حاجه. انا بس ناقصني اجيب ورق جرايد عشان المع الازاز حلو، الفطر اللي عندي ما لمعتليش الازاز حلو زي ما انتم شايفين ازاي، فانا هشوف لو ما عنديش ورق جرايد. بصوا لسه ما لفتش حاجه، مع اني حاطه لها الملمع، بس عشان الفوطه مش مخصصه لمسح الزجاج، لو ما لقيتش الفوطه بتاعت مسح الازاز هشوف ورق جرايد او اي حاجه. كده خلاص الازاز يعني بقى تمام، الفوطه دي طريه عن اللي انا كنت بعمل بيها فلمعته شويه. يلا نشوف ايه اللي فاضل. يعني دلوقتي الدور قرب جدا، بعد ما خلصت الاوض وخلصت الحاجات اللي انا شفتوها، اكتشفت ان ما عنديش صابون وسلك ناسي ان انا اجيبه من امبارح، المفروض كنت اجيبه وانا بتسوق من هايبر بس نسيت. فهنزل دلوقتي اجيب الصابون والسلك، مع ان همشي مش قادره امشي والله، وكنت نمت جنبهم زي ما هم نايمين كده شغالين المروحه، بس انا طفيتها على افتح معاكم الفيديو. هسيب لهم التلفزيون شغال عشان يونسهم، وهسيبهم نايمين لان انا
نقلتهم هيصحوا، انا متاكده لو نقلتهم هيصحوا، فهسيبهم نايمين كده، هشد لهم بس الستاره عشان النور، وهرجع على طول اكمل معاكم الروتين. بس وصلوا ترى هادين مسحين مني، لسه نايمين، ما بتفكر تصحى. هما دول شويه الحاجات اللي جبتهم، دول شويه الحاجات اللي اتمرمطت عشانهم، الطماطم والشعريه والصابون والسلك. كويس ان هما لسه نايمين. الموضوع ان انا انسى حاجه ده متعب قوي، لان بمشي طبعا مسافه، لان المول مش جنبنا على طول، ماشي حوالي كده 4-5 دقايق ماشي في الشمس، الدنيا حر موت، انا جاري ناشف، هخش بقى اخد نفسي واشرب بقوم هي، وبعد كده اشوف هكمل اللي ورايا. طبعا ريحت بعد ما اخدت نفسي من المشوار، كنت صحي وقاعدين بتفرج على التلفزيون بيلعبوا. الحمامات انا مش هعمل فيها حاجه، لان هي نظيفه اصلا من امبارح وانا منظفاها، فمفيش فيها حاجه تتعمل. الحمام التاني برضك نظيف. فاضل بقى هنا ايه؟ المطبخ والاكل. والمطبخ طبعا انا كنت مروقه على الشقه، بس ما كانش عندي صابون زي ما قلت لكم. الحاجه اللي كنت جايباها لسه زي ما هي حطيتها عندي هنا كوبايات. طبعا احنا امبارح ما عملناش اكل، هي المواعين مش كتير، بس يعني ايه ده هولت بقى المكان الفطار والازايز اللي كانوا بيشربوا منها، وهنا مكان المانجا والبوتاجاز متدهول زي ما انتم شايفين. انا رشاه بالباور، هوريكم الباور دلوقتي اللي سالتوني برضك عنه اللي ما يعرفوش. الناس كتير بتستخدمه مجربه حلو البوتاجازات، بس ما بحطوش على البوتاجاز الا لما يكون في بقع مكلبش، انما لو في نفس اليوم والحاجه بتشيلها في ساعتها مش بتحتاج. تمام، انا عندي وهبدا بقى ان انا اجهز الاكل، هنطلعها دي عشان تفك من الصبح. وهنا هنعمل باميه، هعمل النهارده ان شاء الله باميه. وهنا الطماطم دي اللي اشتريتها مع الحاجه اهي. خلاص هنشوف بقى هنعمل ايه. الاكياس دي برضك عايزه اشوف لها مكان، كنت جايبه فيها الحاجه فركنها عشان بستخدمها. هبدا اول حاجه ان انا انضف البوتاجاز افضيه عشان اولع على الاكل عشان يستوي على ما اخلص المطبخ. دي طبعا هفضيها في الزباله. كل المواعين دي في الحوض الاول. نركن اللحمه دي برضو. البوتاجاز ما بسيبوش كده، بس عشان ما كانش عندي صابون عشان كده سبته. الصابون خلص. اول حاجه هجيب فوطه وانضف بيها قبل ما احط الصابون او اي حاجه. انا حاطه الباور، هوريه لكم الباور ده. هستخدم بقى الليفه دي مع دي كده. خلصت البوتاجاز، غسلت دول ونشفتهم الحمامات بتوعه بقى بيل معاهم. هحط بقى حله تغلي على النار عشان اللحمه. هلم بقى كل المواعين اللي حواليها كده بالليفه برضو. هي الرخامه بس اللي ما كانتش نظيفه، المطبخ نظيف ما فيهوش حاجه اهو. يبقى كده خلصنا من البوتاجاز والرخامه. فاضل الرخامه دي برده مش نظيفه، عايزه تتنضف برده بالليفه عشان فيها بقع. لو ما فيهاش بقع بالفوطه المبلوله بس بعملها، انما عشان فيها بقع ما عملتهاش امبارح، فمكان الكوبايات ما بنحط الكوبايات بيبقى فيها بقع كده. الرخامتين معايا نطفو. هبدا بقى ارص الحاجات اللي برصتها عليها. بقى عندي الكركبه في ناحيه واحده زي ما انتم شايفين اهي، لسه المواعين هعملها. وهنا الخضار طبعا مش هعمله دلوقتي لما اخلص المواعين، فكده كده الترابيزه ما فيهاش حاجه غير شويه خضار. واللحمه اما الميه تغلي هسقط. هبدا بقى ادعك المواعين. هذي كده الحوض خلص، المواعين كده خلاص، المطبخ نضف. بقى هبدا اعمل الاكل، سايبه الحاجات اللي غسلتها هي عشان تتصفى. اللي خلاص مفيش حاجه تاني غير الاكل بقى. وحمدي قرب يجي، يعني مسافه نخلص الاكل هيكون هو جه كده. انا خلصت الاكل، الرز على النار يعني على نار هاديه، والطاجن في الفرن. وهنا طبعا جت تاني المواعين، بس طبعا مش هي جنبها، انا اخش انضف بقى. خلاص حمدي جه، اخش البس عشان نقعد ناكل. السلام عليكم. انا طبعا لسه جاي من الشغل، لقيته فاعل منن طاجن باميه الصلاه على النبي كده، طبعا 100 100 الله ينور. عاملاه في الفرن وشكلها محمر كده يلا سموا الله عشان احنا يعني جعانين مش اكتر مني. يلا بسم الله. بسم الله الله على حته خيبك شو تسخن يا سيدي. يا سيدي فعلا طب طلع لحمه ولا طلع لحمه؟ فعلا يا سيدي.
طبقي. كده الحمد لله. تستر ميديك يا وفاء. قولوا بقى. وبعد ما نخلص اكل طبعا بننظف مكان الاكل والمواعين هعملها بس بعد ما اريح، لان حمدي بيشرب الشاي بقى ويبدا ان هو يمنتج الفيديوهات عشان تنزل لكم يعني في الوقت الدوام. المفروض ان احنا قدام الجهاز. وبعد ما بريح طبعا، لان انتوا شفتوا اليوم بقى عامل ازاي وكده، النهارده اليوم رايق يعني، انا كده ما عنديش كل حاجه، ان في حاجه كنت عاملاها قبلها بيوم، فكده اليوم رايق شويه. بس كده هو ده يومي، ان شاء الله الرسوم يكون عجبكم، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.